كم شباب وبنات بيقولي يا دكتور عندنا خجل اجتماعي، كسوف، عدم ثقة بالنفس، مش عارفين يتعاملوا مع الناس، بيبقوا مكسوفين جدا يقفوا قدام حد ولا عارفين يبتدوا كلام ولا يوقفوا كلام. النهارده بإذن الرحمن الرحيم هنسلط الضوء على الموضوع ده وهنتكلم فيه في حلقة جديدة من برنامجكم حكمة في قصة مع دكتور أسماء سعيد. الخجل الاجتماعي، الخجل الاجتماعي قريب شويه من الرهاب الاجتماعي، مهم قوي قوي قوي. كنت عامله حلقه عن الرهاب الاجتماعي، اسمعوها مع الحلقه دي. طيب يعني ايه خجل اجتماعي؟ الخجل الاجتماعي هو عباره عن حاله انفعاليه لا اراديه، او قد بتبقى لا اراديه من كتر تكرارها بتبقى لا اراديه في التعامل مع الناس. اكون واقف في وسط ناس مش عارفه ابتدي كلام، مش عارفه اتكلم معاهم، ما عنديش ثقه في نفسي، مش عارفه افتح مواضيع، عندي تذبذب كده، بتوصل انهم ممكن يعرقوا، بتوصل انهم مش عايزين يخرجوا من باب بيتهم بسبب ايه؟ بسبب الخجل الاجتماعي. وبتحصل اوقات كتير مع شباب قدام بنات او بنات قدام شباب، فاهمين الفكره؟ يعني ممكن ولد مش عارف يقف مع بنت يفتح معاها موضوع اصلا، او بنت مش عارفه حتى تتكلم مع اي ولد في الدنيا، مع بنات عادي. فايا كان ده اسبابه ايه، اول حاجه من احد اسبابه المهمه بالنسبه لي هي التربيه من الصغر. يعني ايه؟ يعني اتقال له من هو صغير بلاش بنات، بلاش بنات، الا بنات، اوعى بنات، او اتقال للبنت عيب عيب حرام غلط ما ينفعش، او هو صح، بس احنا يعني اتقالت بشكل مختلف او بشكل يرهب يخلي البنت يعني فقدت الثقه في نفسها تماما. دي جزء منها. الجزء الثاني وده برضو مهم، الخوف. بعبع الخوف ده هو احد اهم اسباب الالام النفسيه اللي موجوده في الكون. خايف من تقييم الناس ليه، يقولوا عنه ايه، خايف من شكله قدام الناس، يقولوا عليه عبيط، اهبل، مش خوف. اي حد بيتفرج عليا النهارده عنده المشكله دي، راجع نفسك وشوف مشكلتك فين، لان انا هتكلم على الحل كمان شويه. فالخوف هو احد اهم اسباب الخجل الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي او عدم الثقه بالنفس. بيحصل ايه بقى؟ مع تكرار موقف ورا موقف ورا موقف ورا موقف بيتحول الخجل الاجتماعي لرهاب اجتماعي. الموضوع بيبقى اكبر شويه، وممكن من بعد الرهاب الاجتماعي يوصل لحاجات افظع بكتير. فاحنا بالراحه بقى كده واحده واحده هنقول دلوقتي ازاي نتعامل مع موضوع الخجل الاجتماعي ده. خطوه رقم واحد عشان نتخلص من الموضوع ده خالص، اول حاجه لازم تحدد شخصيتك. انت شخصيتك ايه؟ انت مش عندك خجل اجتماعي ولا عندك رهاب اجتماعي ولا عندك اي مشكله، انت عندك حاجتين. اول حاجه خالص، يا اما انت شخصيه اصلا بتتكسف او شخصيه جريئه. فانت طبيعي انت اكيد شخصيه بتتكسف، فانا مش عايزاك او انت او عايزاك تقولي لنفسك انا عندي رهاب اجتماعي. انت ما تدركيش يعني ايه رهاب، رهاب كبير جدا. فما ينفعش طول ما انت قاعده حتى لو عندك رهاب تقولي كده، لان انا ببرمج عقلي، مش عايزه ابرمج عقلي. فالف ب الخروج من الموضوع ده ان انا اقول لنفسي انا ما عنديش رهاب، انا بس بتكسف شويه، عندي حياء يعني. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، خدوها قاعده في حياتكم، استحاله بنسبه 100% ان انت او انت تقدري تغيري عاده او حاجه كبيره في حياتك او اي حاجه الا لما تخشي جوه تغيري الصوره الذهنيه اللي جوه وتشيلي الصوره القديمه اللي مش حلوه. هقولها لكم ازاي، تعالوا اقولها لكم عن طريق قصه. القصه دي كانت قصه مجموعه من علماء النفس، جابوا مجموعه من لاعبي كره السله
وقسموهم ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى قعدوا يدربوهم على الركلات بتاعت كره السله، المجموعه الثانيه قعدوا يخلوهم يبرمجوهم خلال فتره طويله على ان هم بايه بيضربوا الركلات بتاعت كره السله من غير تدريب. ايوه من غير تدريب. المجموعه الثالثه تخليهم ما يتدربوش خالص. المفاجاه ان لقوا بعد شويه شهر او شهرين لقوا ان المستوى المجموعه الاولى تقدم جدا، ده طبيعي. اللي مش طبيعي ان لقوا المستوى المجموعه الثانيه هو هو بالظبط مستوى المجموعه الاولى. دي كانت مفاجاه. والمجموعه الثالثه طبعا مستواها نازل خالص. ايه اللي عملوه؟ ايه اللي عملوه؟ هل هم ادوهم حبوب؟ لا. هل هم عملوا اي حاجه تتخيل؟ لا. كل اللي ادوهم افكار ومعتقدات وظنون وخيال فقط. نفس القصه قصه حقيقيه. في دكتور اسمه دكتور هول. دكتور هول ده هو كان اسير في حرب فيتنام، فدخل في السجن تقريبا 6-7 سنين، وهو كان بيلعب جولف حلو جدا جدا جدا، كان يعني طب فيه. فدخل 7 سنين في اسير في حرب في سجن، طلع بعد حوالي 7 سنين. لما طلع كان في بطوله كبيره جدا للجولف عندهم في الدوله بتاعته، اشترك فيها بعد خروجه من السجن. مفيش بحاجه بسيطه. المفاجاه الكبيره ان هو كسب وفاز يعني بمرتبه عاليه جدا جدا جدا. انبهروا الناس كلها، رجعوا له قالوا له هو انت ازاي كسبت؟ هو انت كنت بتتدرب جوه السجن؟ قال لهم لا طبعا. قالوا له امال ازاي كسبت؟ قال لهم عشان كنت كل يوم ببرمج عقلي وبتخيل ان انا بكسب وبشوف نفسي بصوره ذهنيه رهيبه. يا دكتور الموضوع كبير جدا، ربنا بيقول لي في القران ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الموضوع كبير. عارفين انا دايما اقول للناس اللي بيجوا لي يا جماعه ده الحبوب دي، ده البرشام بتاعكم، ده البرشام بتاعكم، غيروا الصوره الذهنيه جوه، شيلوا القديم وحطوا الجديد. طب نعمل ايه؟ انا عاملها لكم باختصار. انا بقى مفصله ان شاء الله كل الكلام ده في كورس من الظلمات الى النور، بس المستوى الثاني بقى اللي هو الاعمق، لان عمري ما اتكلمت عنه حاجه كده زي السحر. طب اعمل ايه الاول دلوقتي؟ خدوا جلستين استرخاء، جلسه واحده فيهم اسمها التخلص من الافكار والمعيقات والظنون. كل فكره انت قلتها لنفسك عن موضوع الخجل الاجتماعي حطها. اي موقف اتعرضت له ضايقك جدا، اصحابك ضحكوا عليك، اتكسفت، اتحركت، مش عارفه ايه، كل ده متخزن جوه وعامل مشاعر رهيبه. لازم تفرغه، كل المشاعر القديمه تتفرغه. اما بقى جلسه الاهداف وسحر، والله العظيم انا بقى لي دلوقتي سنين السنين السنين انا ما ينفعش اعيش في يومي الا لما اقعد كده مع ربنا شويه. هي جلسه الاهداف ليها علاقه قوي يعني قويه، كان دعاء. انا بقول دايما جلسه الاهداف هي دعاء بالخيال، قويه جدا. هتدعوا لي والله العظيم يشهد عليا ربنا في الكلمه دي ان انا في تفاصيل بسيطه ممكن اكون حطاها في الهدف وانا مغمضه عينيا وبدعي ربنا، انا بتفاجئ ان بالظبط بالظبط جسمك اشعر من اللي هو ايه ده يا ربي، هو بالظبط كده؟ ايوه بالظبط. ربنا ده ربنا قوي ويقدر على اي حاجه في الوجود. فلازم تقعدي فتره طويله جدا، شهرين ثلاثه اربعه، يعني استمر وخلي عندك ثقه ان ربنا ده دعاء بقى، يعني اللي احنا بنعمله ده دعاء، الدعاء ربنا هيستجيب لك، يعني هيستجيب لك. قد ايه يا دكتور؟ شهر، شهرين، ثلاثه، ولكن اهم حاجه 21 يوم ما اخدش اي خطوه من اللي انا هقوله بعد كده. لازم بس ابرمج الاول 21 وبعد كده اقول لكم ايه الاكشن بقى اللي هو السعي. في حاجة اسمها التوكيدات، أو قول لنفسك كل يوم كلام إيجابي. فأنت عامل حلقة عن التوكيدات قوية جدا، يا رب تكون نزلت، ولو ما نزلت إن شاء الله هتنزل قريب. حلقة التوكيدات بتتكلم عن إيه؟ إن أنت بتردد لنفسك كلام إيجابي. فأنت في المستوى ده قول لنفسك أنا واثق من نفسي، أنا عارف إن أنا أقدر، أنا عارف أنا بيك يا رب كويس، أنا كذا، أنا أنا أنا. وفي اسم من أسماء ربنا الحسنى قوي جدا في الموضوع ده، اسمه إيه؟ جامع الناس، واسم الودود الرحيم. يا رب اجمع بيني وبين الناس في خير، يا رب اجعل في موده ورحمه، يا اللهم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. دي خطوات مهمه جدا. اعمل اسم من اسماء ربنا في السجود على ميه، انا اتكلمت بقى في الكلام ده كتير، في السجود على ميه دايما اقوله لنفسي طول اليوم كدعاء. ابدا بقى اخد اكشن. بتكسف من ايه من البنات؟ انا هروح اكلم البنت هتهتهتهته، مش مشكله. هعمل مش مشكله. الجراءه دي لما بتعملها مره هيضحكوا عليك مره، مش مشكله. تاني مره اعملها تاني وضحكوا تاني، مش مشكله. لما شوشو العبيط، ما هو اللي بيديك الفكره، يلاقيك كده ايه ده انت اللي جرى لك، انت بقيت جريء كده ليه؟ مره 2 3 4 10
ساعتها الموضوع هيتنسف منك. لكن طول ما انت خايف تقدم عمرك ما تخرج من الموضوع ده. ولكن ما قدمش الا بعد 21 يوم من تنفيذ جلستين الاسترخاء اللي انا اتفقت معاكم عليهم. وان شاء الله يكون في واحده ثالثه هديه هتكون الاستغفار. افتكروا الموضوع ده مع الحلقه دي، وقولوا لهم الدكتوره قالت كده، هناخد جلسين استرخاء والثالثه هديه معاهم عشان قويه برضو جدا. مهم قوي لازم الاكشن. بتكسف من البنات عادي، اروح مع بنت خالتي اكلمها عادي، عامله ايه، كويسه الحمد لله، افتح اي موضوع وحوار هتضحك عليك. على فكره هي عمرها ما هتضحك عليك، والخيالات اللي في دماغك دي اصلا انت اللي عاملها مصورها، هي مش هتحصل اصلا والله بجد. شو هو اللي مدخلها لك عشان يحسك يحطك في اي حاجه. فنصيحه مني ابتدوا اقدموا. وعايز اقول لكم ان اكتر ناس عندها خجل اجتماعي واكتر ناس عندها رهاب اجتماعي هم اكتر ناس بعد كده بيبقوا متحدثين يعني بلباقه بطريقه رهيبه، لان الموضوع النفسي بيتقلب للضد. يعني ايه؟ انا كنت تعبان نفسيا جدا، هبقى مرتاح جدا. عندي خجل اجتماعي، لا ده انا هبقى يعني لابق جدا. مثلا عندي لازم بيحصل الضد ده، ده اساسي في كل حاجه. انا دايما حتى لما بيجي يتكلم يعني مثلا حد عنده خوف، استحالة لما يتعالج ويبقى أحسن هيبقى مطمن جدا 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 لما يشتغل على نفسه صح. يعني يا رب الحلقة تكون دخلت عليكم بالنفع وبالخير. عايزين إيه؟ ناس كده عندها ثقة في نفسها. وفي حد معاه ربنا يتكسف ولا يتضايق ولا يبقى عنده خجل؟ أنا معايا ربنا، رب الكون، أنا قوية بيك يا رب، أنا قوي بيك يا رب، أنا أقدر أخش أتكلم مع الدنيا كلها وبقاش عندي أتكسف من إيه. أنا بيك يا رب اقوى حد في الدنيا دي كلها، وما يهمنيش صورتي قدام الناس، اهم حاجه صورتي قدام مين؟ رب الناس. يلا اعملوا لايك للحلقه كمثابه شكر ليا، واعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى الكلام والفضفضه وانت ما فيش بينك وبينه اي باب، احلى منه لما تدعي دعوة صعبة وفجأة تلقى استجابة. ما احلى الكلام والفضفضة وانت ما فيش بينك وبينه اي باب، والاحلى منه لما تدعي دعوة صعبة وفجأة تلقى تعيش في الدنيا جنة، هتلاقي روحك حالة.